مساء الفل والفن والإبداع والرياضة والإرادة. ضيفنا شبه طريقي، شبه اسم البرنامج بنسبة 100%، لأن هو من الناس اللي بتعمل حاجة اللي يقول لك أنت لو عايز تنجح هتنجح. ده بجد هو عمل ده. طيب، كل فنان أو كل واحد موهوب ربنا سبحانه وتعالى بيديله قدر من النجاح ومن الشهرة في قلوب الناس وبيعلم معاهم، ده قاعدة على الكل، لكن مش كتير منهم اللي بيسيب علامة في قلوبنا، اللي بعد ما بيمشي أو يسيبنا الفترة بنبحنا نفسنا حافظين تفاصيل صغيرة ممكن هو نفسه يكون مش عارفها عن نفسه. زي ما سابنا بجواز السفر وطلع بره مصر وساب الفن شوية، بنفس جواز السفر ده دخل قلوبنا لأن كاريزما ومثقف وبجد حبيب الكل وابن بلد وجدع وراجع برسالة، وأول واحد يدخل لنا الأكشن في مصر، الأكشن بمفهومه الحديث دلوقتي، مش بتاع الملك فريد شوقي والناس القديمة اضرب واخلع وامشي، لأ، اللي هو كان جاي برسالة وما زال هيطبقها تاني إن شاء الله تعالى قريب. ده أول واحد دخل الأكشن. طيب، أول واحد لما سافر مصر فكر في مصر فراجع برضه مش بصورة تقليدية، لأ، راجع علشان خاطر يعمل حاجة لمصر، فيلم إن شاء الله تعالى يكون مترجم يعني لغة عربية ومترجم بلغة الأجانب بره، عشان حتة القوة الناعمة بقى تعمل شغلها، الفن والرسائل اللي عايزين نوصلها. معانا مفاجأة غريبة، معاه أول بطل ما يدخلش وما ياخدش بطولات، ما يدخلش بطولات، أنا مش عارفها إزاي بس هنعرفها طبعا من ضيفنا الجميل، ومعاه بشرة خير، معاه بشرة حلوة لأصحاب المرض الخبيث اللي إن شاء الله تعالى ربنا يعافي الجميع، هنتكلم عنها، وحدوتة جميلة بعنوان الجميل صابر الهلالي او جو او يوسف منصور. مشرفنا النهارده في طريقي، نورتنا يا نجم. اهلا بيك يا فندم، والله العظيم وحشنا. ربنا يخليك حبيبي. تسمح لي بقى لك هديه عندنا نطلع نشوفها مع بعض ونرجع ندردش معاها؟ تمام. ماشي. ايه الجمال ده؟ برضه حد يسيب الجمال والافلام الحلوه اللي علمتنا كده وخدتنا. اقول لك على حاجه، تعرف بسبب الافلام دي جيل كبير خالص بعد عن القهوه وبعد عن الكافيتيريا والسجاير، وكان شايفك موديلز كده واتجه للرياضه بجد. والله يا رب اديني، يعني دي بدايه الامنيه انه الناس تتعلم الرياضه او طريقه حياه حلوه. عايزين نرجع خطوتين ثلاثه كده شويه مش كتير للجميل يوسف منصور، وانا عارف انك انت شبراوي جدع قبل ما تسافر امريكا، ما اعرفش الكوكتيل جه ازاي بس هنعرف. قعدت 9 سنين قبل ما تسافر؟ مشينا من شبرا وانا 9 سنين. يعني ليك ذكرى برضه؟ طبعا. اخدت ايه بقى معاك هناك؟ لا انا فاكرها من الايام دي اجمل ايام. يعني زمان كانت الحياه مختلفه شويه، بتاع البيض احمد، بتاع السوبر ماركت الصغير اللي هو البقال، مش زي دلوقتي كل حاجه معلبه. صحيح. يعني كان معروفة، بتاع الخضار معروف، بتاعة الجرجير معروفة، كانت حياة جميلة، بننزل كل يوم. فمشينا وانا صغير يعني خالص. رحت هجرة؟ الوالد. طب ما كانش كده برضو يعني 9 سنين ما هماش كتير ومش قليلين، رحت الدنيا تانية وناس تانية وبعدين لغة تانية، حسيت ان الحياة يعني ماشية معاك ولا لسه طفل مش مدرك ده كله؟ لا، في البداية كانت صعبة جدا، مش فاهم. محدش فاهمنا ولا بنتكلم اللغة، وكان حتى في المدرسه كان في مدرسه متعصبه شويه، فكانت دايما تزعق فيا. العرب وكده زائد ان اصلا كنت جسمانيا ضعيف، فكان كل الناس تضحك عليا وانا ماشي. أيوة. فكان كله على بعض. الحكايه دي بقى غريبه، الناس بتقول لك طب يعني انت تحديت نفسك بجد؟ هي من القهر متهيألي شويه يعني. ما كل يوم يقعدوا، كان في ولد عمور يعني اسمه، هو اسباني اسمه ماريو. كان دايما انا لما اطلع من الفصل كده عايز اروح الفصل الثاني، هو بيكون واقف على الناصيه بتاعه الممر في فقدام البنات، هو كان عضلات كبيره فكان لازم ياخدني ويقعد يشقلبني، كنت دايما اطلع بقى يعني. فكانت كل يوم كده، وزائد المدرسه زائد اللغه. ف يوم من الايام كده ابتديت اجيب المجالات بتاعه الرياضه والعضلات والحاجات دي. منك لنفسك؟ ما انت لازم يبقى في عندك ديفنس كده، دفاع عن اي بس حاجه. انت بتدور او بتدور. الدكاتره قالوا لا يمكن يطلع لك عضلات، لا يمكن يعني. عشان اثناء الولاده كان في مشكله كده. ف لغايه 14 سنه يعني تخيل عصايه لابسه بنطلون. فبعد 6 اشهر من كل يوم ارجع من المدرسه اقعد ساعتين ثلاثه اعمل ضغط، اعمل بطن، اي حاجه.
لغايه بعد 6 اشهر طلعت زي زبيبه كده عينات بقى كده اللي هي يعني واحده صغيره كده. دي كانت بالنسبه لي فرحه جامده جدا لانه الطب بيقول لا. طب هو ربنا جابها بقى. طبعا ده اللي عايز حاجه بيوصل لها. بس يعني انت كنت عارف انك انت داخل المجال ده وهتكمل فيه ولا علشان خاطر زي ما قلت القهر كده والضغط ولسه شاب طالع عايز؟ لا كان نفسي ابقى لان محروم من انت ضعيف اصلا جسمانيا يعني حتى مهما تعمل جسمانيا ضعيف ما تقدرش عظم يعني. بدات بقى الكونغ فو ازاي هناك؟ اكيد هناك ابتدينا بالكوري تايكوندو. كان في ماستر كبير قوي جاي فاول ما عرفت من واحد صاحبي كان في واحد صاحبي شبه بروس لي بالظبط فكنا مع بعض دايما في المدرسة احنا المغتربين الوحيدين يعني قليلين ما كانش لسه زي دلوقتي فبتحنوا لبعض. فكنا بنجري بالعجل مرة بنلعب بالعجل ورحنا سوبر ماركت وربطنا العجل بالسلسلة. المهم احنا طالعين لقينا 3-4 زنوج يعني بيكسروا السلسلة القفل يعني. ففجأة انا ما اعرفش اي حاجة عن صاحبي فجأة لقيته طار في الهواء وخبط واحد كلهم. كان ساعتها لسه نازله الافلام بتاعت الصيني وبروسلي والاكشن فشافوا ده وهو اصلا شكله شافوه طرف الهواء خبط واحد منهم كلهم قعدوا على الارض وجريوا الخوف بقى. رحت ماسك فيه انت منقذ ده. بص من غير خدماته هتضيع بجد. مسكته فعلا واخدته البيت ولازم تباريني اعرف ازاي. عرفني بقى بالماستر بتاعه فابتديت اتمرن بس بدل ما اخد فصل واحد عشان كنت انا بنظف المدرسه واوضبها فخلاني اقعد طول اليوم او ادام المدرسه اللي هي غير المدرسه اللي بتعلم فيها مدرسه الرياضه نفسها كانت قبل كده تايكوندو اللي هو الكوري. فبعد بقيت اقعد بقى ثلاث الفصول يعني الفصول اتمرن اروح البيت اتمرن اصحى الفجر اتمرن يعني حبيتها لان لقيت فيه تقدم يعني ولقيت نفسك في اللعب. لانه ربنا ادانا الجسم عندنا سرعه حلوه يعني جسم شويه مطوعك قوي. طب هي اللي احنا فاهمين غلط عن الكونغ فو ولا هو ده اللي هو اللي بره اتعلمته هو اللي جوه هنا يعني اللي عندنا هو ده كونغ فو؟ لا هو هي انواع من الكونغ فو اساليب يعني حاجات كتيره جدا. انما في حاجه منهم جميله ان انت اللي هي بتوصلك للقوه الكامنه بعيد عن الذات والانا والقوه زي البطولات ما فيهاش بطولات خالص ما فيهاش يعني اللي انا قلته صح انك انت يعني بطل وممارس رياضه وبقالك فتره بس ما دخلتش ولا بطوله. لا 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 ما هو انا بيحصل يعني قبل كده واحزمه باين معلش حلوه يعني بالعكس احنا ما نقولش لا على اغلبيه اللعيبه هنا في لعيبه روعه وفي لعيبه مصريين في الكويت وفي كذا بلد يعني بيعملوا من الشربات من البصل شربات. فعرفوا طريقه بس ما قدروش يوصلوا للاسرار للقوه الكامنه شويه يمكن بعض منهم. طب دي حاجات روحيه شويه او مش روحيه انت وقف شويه او اعمل كنترول للحاجات لضعفك هتلاقي نفسك عندك قوه جامده يعني بتلاقي مثلا ام ماسكه دي حصلت سنه 85 في ميدان مصر الجديده في روكسي دي كانت في الجرايد يقول لك تاكس خبط طفل كان ماشي مع امه الست رفعت التاكس وطلعت الولد. ما هو هنا في اللحظات دياتي برضه فنان بيبقى فيه باور وقوه انت نفسك بتستغرب على نفسك هي جات لك منين؟ موجوده عندنا بس ما بتطلعش يعني بعد ليها قصه كده تدريبات لا هي موجوده جوه كل بني ادم بس كتر ما هو حاطط قفه على دماغه يعني عنده مشاكل وعايز بتقفل امتى بتفتح غصب عنه اما بتحمي مثلا حد عزيز عليك قوي زي الام الاخت البنت الطفل يعني فدي موجودة عندنا. طب ازاي نخليها كل الناس عشان كده ممكن الناس تستفيد منها قوي ان كل الناس عندها القوة دي بس اعمل كنترول بقى للذات والانا والكبرياء والاكل والجنس والمال يعني لو في تواضع على طول زي ما يكون عندك ست لمض على سلك واحد لو قفلت واحدة هتلاقي الخمسة نوروا بزيادة صحيح قفلت الرابعة انت تعمل كنترول رجعت بقى اخدت حقك من الراجل من ماريو ده احنا كلنا عايزين نروح لماريو. هو بالعكس هو مرت سنين كده وكان شغال يعني عندنا في الشركه يعني يا شوف اللفه الدنيا صغيره عشان يعرف بس الله. طب في طقوس معينه مثلا حد يمارسها عشان القوه الكامنه ده اصل الكلام ده شويه الناس هتستوعبه بس هتستغربه يعني احنا دايما هنا الرياضه شغاله على الجهد البدني كده انا صح؟
وانا بتعلم رياضه فعشان ادافع عن نفسي فلازم اضرب، ولازم برضو احقق هدف الشارع اضرب لي 2-3 اوضرب. اولا قوتك اقوى لو انت تقدر تستحمل اهانه من حد وتمشي. يعني قاموس زمان ما ابتدت الافلام دي كان في هوجه شويه عن افلام عنف، مع ان احنا كنا عايزين دي ملهاش دعوه بالعنف خالص. يعني قاموس اللعبه يقول لك لما تكون في مشكله اجري. يعني رد غريب جدا ان انت بتتمرن كويس وتقدر ويقول لك اما تتحط مشكله اجري. بس طريقه ان احنا نجري غير اي حد، هنا اي حد بيجري خايف. يعني انت تجري وبعد كده حاول يعني استمتع بيها، حاول اجري لو جدع يمسكني. طب افرض هو سريع يقول لك صد بس، فاحنا في الصد حلوين. يعني قصدي استمتع برضو بيها، بتتعامل صد ما تضربش، اضرب ما توجعش، اوجع ما تقتلش، لان كل روح غاليه ومش بتاعتنا دي بتاعت الله. فاخر حاجه حكايه ان انت تتخانق، وبعد كده دفاع عن النفس، يعني دفاع عن الاخر مش عليك. انت ادام ظهرت ان انت ايه وماشي ايه وعضلاتك ايه انتهى الموضوع. ما دي رساله حلوه برضو للشباب اللي احنا بنفرح بيهم رياضيين وبيهتم بجسمه وبنشات ومش عارف تربسات روعه، بس شويه يعني استغلها صح. خبيها كمان، لان كل ما تخبيها كل ما بتحافظ عليها، كانك معاك شمعه كده وبتغطيها، لو انت ماشي كده في الهواء هتطفي. تطفي صحيح. يعني عظمه اللعبه او عظمها عموما عظمه الرياضه وعظمه اللعبه دي بالذات في التواضع بتاعها. طبعا طبعا. هي اسلوب حياه، انت دايما بتقول عليها اسلوب حياه، ليه بقى؟ لانها معاك طول الوقت. يعني انت بتروح الجيم بس عشان تتعلم حاجه ساعتين؟ لا، المفروض تبقى طول الوقت جالك اكل مثلا، ما تشتهيش الاكل. انت اللي تاكل. الكلام ده على مسؤوليتك، ده مصر كلها. معلش انا بهرج طبعا. برضه بياكلوا غلط. يعني تلاقي الاكل اغلبيته بيتبلع. تلاقي اي واحد بياكل وباصص على الموبايل او باصص على التلفزيون. خلي يعني الناس لازم تعرف ثقافه تاكل ازاي، تاكل امتى وتاكل ايه. صحيح. فالاكل ده مهم جدا لانه ده مصدر الطاقه نفسها. هي بعيد عن اللحوم صح؟ لا يوجد اللحوم خالص في الكنفو. خالص 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 ممنوعه خالص. الدم خالص. ده خالص. طب مش ليه نسبه مثلا فيتامين بتاخده من ولا الكل. محتاجها خالص. والكلام بيتقال العدس، طبق عدس اسود فيه بروتينات اكتر من اللحم. جسمنا جسم البني ادم مش معمول انه ياكل لحم ولا الدم، ابعدوا عن الدم. كل احنا من الطين، فكل ما هو من الطين والماء، يعني كل الخضروات ربنا مدي مصر النبات. كميه خضروات صحيح. الملوخيه والجرجير والشبت والبقدونس والكرفس، دي ثروه. البنجر، في حاجات كتيره جدا مفيده لينا، زائد الفواكه كلها معجزات على فواكه معينه. خلي الناس تاكل الوان، انما احنا بناكل اكل صعب شويه. صحيح. فنان، طب احنا نروح كده لمحطه تانية، الاكشن وبدايته. انت كنت جايب الاكشن بحاجه غريبه شويه، يعني انت كسرت الحاجز التقليدي بتاع زمان اللي احنا كنا بنشوف في الافلام، الخناقه والشومه وكسر ودايما الديكورات جاهزه. الحاجه الجديده كنت جاي معاها الاكشن برساله، يعني انت مش جاي عشان الناس تضرب عشان تبين مثلا باور وقوه وجسم حلو، لا انت جاي برساله. ايه بقى الرساله كنت عايز توصلها في اغلب افلامك؟ لان في اسقاطات كتيره، يعني بدر ده فيلم ليه 100 معنى ومعنى، خط الصحراء ده ليه جواه برضه رسائل كتير. يعني الناس لازم تحب نفسها اكتر. مفيش حد هنا، يعني ناس كتير تلاقيها متضايقه، عندها متضايقه مع نفسها، مش ما عندهاش قناعه باي حاجه عندها. احنا شفنا مثلا ناس كتيره جدا، اللي مش قادر يمشي، اللي مش قادر ياكل، اللي مش قادر يتنفس. المفروض اي حد يصحى يشكر ربنا الله يعني على كل شيء موجود. الرساله ان احنا ازاي نبقى كويسين، ازاي يعني لو في حاجات بسيطه جدا عملناها في الشوارع في اليوم، يعني اليوم يا اخي ابتسم. صح. قول صباح الخير لاي، ابتسم بس لاي حد. صح. حدش بيعملها، مش هتخسر حاجه. طبطب على حد، يعني لعيبه الكونفو المفروض قبل ما ينام لازم كل يوم يكون عامل حاجه كويسه، شال لحد حاجه، عدى حد، قال لحد اتفضل، طبطب على حد، ابتسم لحد، لازم يبقى ليك طقس. لازم. صح. ما تقدرش تبقى كده اليوم عدى ما عملتش حاجه. كل الناس ماشيه يا عيني ماسكين الموبايل، حتى بيعدوا الشارع بالموبايل. انا بخاف عليهم. ده عدوا الشارع وقاعدين مع بعض بالموبايل وخلانا في حاله اغتراب غريبه كده والله. قربت البعيد وبعدت القريب. صحيح. صح. كنا نروح نطمن كده وارن عليك واروح لك واخبط عليك لما تغيبي يوم والتاني، دلوقتي في جنب بعض وناسين بعض. ليه؟ صح. زمان في كل عماره يمكن في تليفون او تليفونين،
فكانت الناس اصدقاء دايما مع بعض بيدوا نمر تليفونات. صح. ان شاء الله ترجع الايام دي تاني باذن الله. دخلت الفن بالسبب الرياضه، بس دخلت الفن بالصدفه. حصل ايه بقى الحدوته دي؟ كنت في شارع الجمهوريه، كان في قهوه كده صغيره، وقابلت كنت مع صديق وعرفني بمخرج استاذ ابراهيم عفيفي، وكان بيعمل فيلم ساعتها العجوز البلطجي. فبقول له يا ريت كفايه الصدات والحاجات دي. قال لي ليه؟ قلت له يعني في كونفو يعني. فعجبته الفكره، هو اصلا رياضي وبيحب الرياضه يعني، فعجبته الفكره. فدخل 5 دقايق كده في بدايه الفيلم ان انا انقذ البطل الفيلم واموت بعديها. ده في العجوز. العجوز والبلطجي. بس انت ما اتكلمتش في الفيلم ده فنان، ما عشان كان في بعض الحروف بايظه. شوف انا براجع ازاي. انا على فكره بفتكر مع حضرتك طبعا فاكرين، بس الجزء ده يعني طلعت اخرس. لا عشان كانوا بيضحكوا، كان بيضحكوا كل ما اتكلم. قال لك خليه بقى يضرب الناس اللي كده وتغير اي حاجه. ففكروا في فكره ان انا انطق قبل ما اموت خالص. ايوه. طب كانت البدايه تاني حاجه بقى، دخلت ازاي ولا استمر ولا الموضوع استهواك ازاي؟ يعني انت حبيت القصه. احنا كتر خير الناس حبوا يعني بطل مصري، مش بطل يعني. احنا كلنا بنحب الابطال الاجنبيه، بس اعتقد اللي خلى الفيلم العجوز والبلطجي ده ياخد شهره او يدوني شهره يعني، انه ناس كتير حبوا انه البطل بتاعهم يبقى شبههم، ابن براتهم. بتاعك. فلما رحت السينما لقيت قدام سينما الاوبرا حاجه جميله قوي، كان في حوالي 3000 نفر بره، لانه الفيلم كمان كسب لي اكتر او نجح لي من المنتج، لان انا بموت في اول 5 دقائق. ايوه. فكان الناس اول ما تخش متاخر اكون انا بموت. فكان يدور على صاحب الافيش ده اللي موجود فين يعني. انا عايز في البدايه الافيش الاصلي انا كنت مرسوم قد كده، و احنا كنا بنشوف لك افيش بجسمك. انا هقول لك، ده الساعه 10 الصبح اما لقوا المخرج بيكلمني يقول لي نجحنا. اقول له الف مبروك يا فندم، انا ما اعرفش اي حاجه. فاتاري السينمات بتكلم بعض كومبلي، فكانوا عاملين الافيش بتاعي عادي. الابطال طبعا الله يرحمه كمال الشناوي ومدام مديحه. وانا كنت مرسوم، فما الدنيا يعني خدت اللقطه بقى. هم اللي راحوا، لقيت سينما الاوبرا عاملينها حوالي 12 متر صورتي شغالين على الصوره دي بقى، حطوا الصوره وبقي الباب وقفت يعني 16 متر متهيألي كانت. ده الجرايد كتبت عن القصه دي كتير والله، حتى كان كله بيدور. طب دوره موجود بس هو فين؟ يعني هو واخد المساحه دي كلها وبقى الابطال رجع. وتقريبا اول واحد من صناع الفيلم اللي هو يموت بدري كده يعني. تاني فيلم قبضة الهلالي. قبضة الهلالي. صبر الهلالي والحدوته اللي ما ينفعش حد ينساها دي. ده كان يعني اول فيلم يعتبر. بس برضو يعني ما كنتش، كانت جات لي الفرصه قبل ما اعرفها. يعني تعالى اقول الكلمتين دول انا مش عارف بقولهم ليه. ما حدش مرنك اتمرنت ولا مثلا خدت يعني قعدت 3-4 مرات مع كذا حد تبع الاستاذ ابراهيم يعني عرفني الناس، بس برضو ما كنتش مستوعبها. مش شايف، مش عارف يعني. دلوقتي ببص لها بنظر مختلف طبعا، عارف كل حرف بيتقال ليه يعني. تراكمات الخبره. وانت كنت في الاول اساسا يعني رياضي، اتخذت المجال، لكن مجالك الاساسي هو الرياضه، فمش فارق معاك كتير قصه الفن. بس المفروض برضو لو جمعت الاثنين مع بعض بيعملوا طبعا جميل جدا. صحيح. طب ايه ذكرياتك بقى في قبضه الهلال او حاجه كواليس او هو مره حاجه مضحكه شويه ماشي. مره بعد الفيلم ما نزل كده بفتره، كنا طالعين من الاستوديو، كان قبضه الهلال نزل اوريدي، فواقفين في الاشاره، فكان بالليل، فواحد يعني كان يعني من غير رجل ومن غير ايد وشكله صعب قوي، فجه يبص في العربيه كده فلقاني، فراح مصفر. ايوه. 3-4 نواصي بقى، العيال كلهم يعني من غير رجل ومن غير ايد، وكانوا حالتهم صعبه. فجاه لقيت الرجل ظهرت والايد ظهرت وفكوا اللف ده، وقعدوا الاولاد اتجمعوا حوالي 4-5 اولاد في نص الشارع، وقعدوا يعملوا المعركه بتاعت اللي انت عملتها قبضة الهلالي. ففجاه لقيت كل واحد عنده رجل وعنده ايد ده اشتغاله بقى. كل الناس سخسخوا من الضحك. ده كده هم مستنيينك صح؟ لا صدفه، بس كانوا يعني بيسترزقوا يعني من عندنا اكشن. احنا عارفين انك انت صريح وجريء وعندك كده ستريت في ارائك يعني،
اللي انا كنت بتمناه موجود دلوقتي واللي بتمناه اكتر انه اللي بيعملوا الاكشن يا ريت يكملوا في الاداء الصح. طب ايه اللي ناقصنا عشان نبقى مثلا يعني انت دايما كنت بتقول الخامه موجوده. اصل هي مش حكايه مخرج. ايوه مش حكايه مخرج. المخرج وهنا بقوا دلوقتي تاتش وود يعني في التكنيك في الاخراج في كل المجالات بقوا روعه. بس انت عندك العنصر نفسه يعني لازم الشخص نفسه زي بره ما بيعمله اللي هيعمل مثلا دور بوليس بيقعد بينزل اسبوعين مثلا مع بوليس حقيقي التعايش يشوف يعرف ازاي بيطلع الطبنجه امتى تعمل انما هنا تلاقي ماسك الطبنجه عمال يقول تعالى انت هنا وتعالى انت هنا ده غلط ده المسدس لو متعمر يا دوبك لمسه كده لمسه فما تقدرش تقول لواحد تعالى هنا وتعالى هنا قصص ما وبعدين بيدي صوره غير اللي بيحصل او غير اللي بنشوفه مع المتخصص فبيهز الشكل تمشي زمان شويه تمشي زمان دلوقتي اللي طالع عامل دور مثلا بوليس اتعلم ازاي تمسك اتعلم الوقفه بتشوفهم في الامريكان في الافلام بره اللي داخلين دلوقتي زي اللي احنا بنتفرج عليهم دلوقتي يبهروك الصراحه الجيش المصري دلوقتي حاجه تحفه اللبس بتاع الحركات خلاص بقينا زي بره. طب على ذكر الجيش انت حابب تعمل حاجه للجيش بقى والقوات الخاصه والتدخل السريع هي ده حقيقي ولا ما انا دي امنيه بس مش ليا انا بقول مصر دلوقتي عندها ثروه مش موجوده يعني مليارات الدولارات ليه بره بيخلقوا بيقعدوا يعملوا ينفخوا الجيش الامريكاني والسيل الامريكي والمهمات الصعبه ورامبو اللي بيكسر الجيش السوفيتي لوحده ايوه بيخلقوا بطل من ولا شيء دلوقتي احنا عندنا في مصر دلوقتي على الواقع حقائق التلات سبعات والتلات تسعات والمخابرات والصعقة والبحرية والطيران وبعد كده كل القصص بتاعتنا اللي موجودة دلوقتي تمتلك كل عناصر النجاح لانه في شهداء في ناس يعني قصص لو تقرأ كل يوم اللي نط على اللي كان بيفجر نفسه اللي طلع دي لوحدها يا ريت 10 منتجين كل واحد يمسك مجال عندنا كمية والمخابرات اللي حصلت يعني عندنا ثروة بطولات حقيقية طبعا يعني حقهم ده مش مجاملة ليهم ان تبقى عليهم سبوت كده ويستاهلوا يعني انا ما بمشي صدقني ما انا ساكن جنب الكلية الحربية كل ما الاقي العساكر لازم اعمل لهم تحية صحيح حقهم صح المفروض الناس تعمل كده احنا بنتدلع على حسهم ربنا يا رب يحميهم والنصر دايما لمصر ان شاء الله يا رب اتجوزت فيفي عبده في الفيلم ايوه لا في الفيلم لا بمأذون حقيقي حصل ولا لا شفت احنا جايبين ازاي ايه بقى بس مش اتجوزت يعني لا انا اوضح بس بالصوره الشديد ده هو كان في موقف هيحكيه انا احب اسمعه منك يعني لا كنا جه فتره في الفيلم ان المفروض خلاص انقذنا كل حاجه فهنتجوز فقعدوا يدوروا على ممثل يعمل المأذون فلقوا جنب التصوير الفيلا كنا بنصور فيها فيه مأذون فجابوه مأذون ايوه فقرا الفاتحه كلها وبتاع قلت لها لا هي بقى لا جوازه بقى هي عملت ايه بقى؟ يا لهوي في هزار طبعا اكيد لما انا بتكلم ست جميله ربنا يخليها كواليس ثانيه مع الجميل عليه رحمه الله احمد رمزي قط الصحراء ده برضه طبعا في معاني كتيره وكبيره وتقريبا الكلام اللي حضرتك ذكرته دلوقتي حته التواضع والخجل وانك تشيل الانا بتاعتك كانت كلها في قط الصحراء يعني لانه خليته هو يعمل زي المدرب بتاعي ما بيتكلم او ما بيقول بس طبعا احلى ذكريات واحلى صديق الله يرحمه مشهد هزك قوي يعني حسيت انك انت لقيت نفسك فيه بدرجه مثلا عيطت فرحت بعدين اتخضيت طب انا اعمل ده حاجه من اي افلام احنا عارفين رصيد كبير يعني معلش عيد تاني انت مثلت مشهد خضك لقيت نفس لقيت يوسف منصور نفس انت في المشهد يعني ده مش مجرد تمثيل يعني انت في الواقع عمال حابب تعمل ده او حابب تبقى ده عيطت مثلا بجد فرحت بجد يعني احنا بنعيط جوه لا ماشي موجود بس التمثيل كان يعني كان شويه قريب للواقع اغلب الافلام انا كنت نفسي في قط الصحراء يعني يكمل اكتر بعمق بس احنا كنا بنصور ونروح حته لانه قط الصحراء اول فيلم في تاريخ السينما المصريه ينزل بدون اسم مخرج لا جديده دي ليه بقى يعني ساعتها كنا عندنا تصريح وبعد كده لغوا التصريح وبعد كده ما عملناه
قال لك لا شيل اسمك، طب هات واحد كأنه أشرف على الإخراج، بس هتلاقي لا يوجد في تاريخ السينما المصرية. أيوة. الفيلم ده عشان كده كتبنا تحيات يوسف منصور. أيوة برضه اتحايلت عليها. لا لا بس هو ده شغلك. لا يعني لا كنا طبعنا كل حاجة. وليه أنت معك تصريح مين اللي يلغيه؟ زي ما حد يقول لك ابني عمارة وبعد كده يقول لك أنا سحبت ترخيص العمارة. كان ساعتها كده في شويه دوشه. لا وانا كده خلاص انا طلعت ماتيريال بالفعل. انت شوف، انت شوف الماتيريال اللي انا مطلعه ده والفيلم ده جيد ولا مش جيد. سيبك بقى من الاسم. زمان زمان يا فندم كان في كلام كتير على افلام العنف وبتاع، فاهم يعني؟ فتره وعدت، دلوقتي كله ماشي روعه وفي تقدم كبير جدا. التخصص بتاع الدراسه بتاع حضرتك انت كده يعني لما دخلت الفن درست فن؟ لا خالص. ولا اغلبه ممارسه ومتابعه و... اصل انت يعني الله اكبر عليك اخراج وتأليف. لا لا بالعكس بالعكس، هما بس ولا إخراج ولا تأليف. هو تأليف عشان دورنا على قصة تناسب مصر عشان نرد عليها، زي فيلم مثلا بدر، زي فيلم مثلا البلدوزر، إنها قصة جميلة عن واقع حاصل في مصر اللي هو عدم التوافق الزوجي. فيلم بدر بين قوسين هو اسمه ادخلوها آمنين عشان نقول مصر أمان ومصر جميلة والحاجات دي. فهو التأليف عشان كده، إنما الإخراج كان عشان ما نعملش الفيلم مثلا. ما نعملش حاجات يعني ندي وقت. اصل هو كان تاليف واخراج وتمثيل وانتاج. معلش ما انت يعني انا عمري ما احب اتمنى التجربه دي تتكرر تاني لان بتاخد جهد طبعا تستنزف. انما انت عايز تعمل حاجه، اولا المخرج هو صاحب العمل، وقت التصوير محدش يقدر. فعشان تعمل مره معركه كويسه المفروض تاخد وقتك، تجيب كاميرات اكتر. زمان صحيح. دلوقتي روعه زي بره، بشوف عدد الكاميرات كتيره يعني في تقدم كبير. ساعتها ما كانش فيه. عانيت طب من القصه بتاعت ان ما فيش مثلا تكنيك عالي في كاميرات كتيره ساعتها؟ طبعا. احنا يوم ما عملنا البلدوزر كان اول مره نجيب ثلاث كاميرات وكل الابطال، تسع ابطال بيعملوا كل حاجه، وقعدنا ثلاث ايام نصور في المعركه، بس هي اتشالت، هي ما نزلتش في الفيلم. حتى المعركه اللي اتعملت صح اتشالت. طبعا كانوا بيحطوا لك تحس ان المعركه محطوطه جزء من الفيلم. احنا رحنا ندور عليها، قالوا المخرج خدها. طيب خدها فين؟ طب فين موجوده؟ فابتدينا نركب الاخطاء اللي احنا كنا راجعين بتعالج ده. وزمان كان صحيح. انما كانت معركه البلدوزر ثلاث ايام مع ابطال روعه، اسمها معركه البلدوزر. بس هو فيلم مش اكشن صريح البلدوزر. ما هو قصة، قصة بتاعت أنتوني كوين وممثل تاني مشهور أوي اللي هي عدم التوافق الزوجي. عملتها تمصير كده لأنها صح. أنت زمان، أنا بتكلم على زمان، دلوقتي متغير صح. بس زمان كنت دايما تلاقي بنت لسه متخرجة من الجامعة عشان تتجوز لازم يكون واحد أوريدي اشتغل وجاب شقة فكان دايما بيبقى فيه اختلاف في السن كبير جدا. راضي عن السينما دلوقتي والافلام واللي بتقدمه؟ في بلطجه، في عنف، في اسفاف، في عري، ولا انت شايف ده واقع وبترجم صح في صوره السينما؟ ولا لا رؤيتك ايه بقى؟ انا بالنسبه للسينما والافلام ابتدت تبقى قريبه جدا من الكواليتي بتاعت بره. الكواليتي انا بتكلم على الفنيين كلهم، ماشي. اخراج، انتاج، موسيقى، مونتاج، كل حاجه جميله جدا. هو ادام في افلام الناس بتروحها يبقى ده الجزء بتاع الناس، لان مفيش غيرها. انت ما تقدم دلوقتي حاجه في نوع تاني هتلاقي برضو عليها اقبال، يمكن اكتر. صحيح. لان السينمات كترت زمان، كانوا حاجه و30 سينما، دلوقتي اسمع ان هم 200 سينما. زمان التذكره كانت بجنيه دلوقتي ارقام، في ارقام جميله جدا وابتدت تبقى A1. فلازم نزود. طب ده جزء. الجزء التاني بقى اللي هو الرسائل اللي بتقدمها الافلام دي، يعني انا عارف مش دبلوماسي حضرتك مش فيها. لا عارف تراجع فيلم عالمي يعني فعلا. خدت وقتها. خدت وقتها. اعتقد حتى اللي قائمين عليها اكيد هيغيروا، مش معقولة هتطول. بس الاكشن ان جنرال يعني عامه في كل دول العالم دايما بيعيش، بس لازم تغير البطل. يعني البطل يبقى مدرب مره ويجي عشان تقدم ناس كتيره. صحيح. هقول اسم وحضرتك قول بقى اللي انت عايز تقول عليه. الجميله نيللي بقى. ماشي. اجمل انسانه في طبعًا الدنيا. طبعا كان ليك تعاون معاها. طبعا. انا فاهم. عارف. ما كملش ليه بقى؟ المفروض انت كنت هتعمل الفيلم ده او عملنا ميكانيكا. ايوه. وعملنا قط الصحراء. وعملنا المسرحيه بتاعت سوق الحلاوه.
وسهرة كانت صغيرة كده مرة عملناها اسمها المليونيرة الفقيرة. هي فنانة فنانة ومبدعة. نمبر وان. ايه بقى كواليس اي عمل انت عايز تحكي عنه، ولا يعني اقرب حاجة موقف الناس متشوقة لان كنتوا نجمين، وهي طبعا لها رصيد في قلوب الناس انسانة جميلة قوي. طبعا طبعا. في المسرحية، طب الفنان عبد المنعم مدبولي ده مدرسة واحدة بقى. اتعلمت منه، كنت حابب المسرح. انا حبيته في اخر اسبوع. اخر اسبوع برضه في الاول. هو انت بتموت في الاول بقى فنان وبتحب المسرح في اخر اسبوع. احنا ما كناش عارفين انه مسرحيه اوريدي متبرمج، ما يقدرش يكون عندك شغل تاني يوم وانت قاعد في المسرح لغايه الساعه 3 مثلا او صح. فله ناسه متفرغين ليه، مترهبه لده او مرهون على ده. صح. برضه الاداء او الالقاء كان زمان الزور ده بيتقفل، تخش ما شوفش الناس خالص اول الكلمتين لغايه في الاخر ما ابتدت يعني اتكلم، او ما دام اللي قبل ما تنده عليا كان يحصل لي يعني شويه دربكه كده. هم المكان الركنه دي بتاعتهم، فما كنت ارد مثلا مره رديت لقيت حد من الجمهور بيتجاوب، فلقيت ان الموضوع ان انت سلس يعني ممكن يبقى حلو، فحبيته قبل ما يقفلوا المسرحيه. طيب اسمح لي بقى ايه، عشان احنا معانا امانه ورسائل كتيره خالص جايه لك، هنبص على جزء منها وترد على حبايبك. احمد عبد الرحمن بيقول لك انا فرحان قوي لما شفتك رجعت تاني. ربنا يخليك. انا بحبك يا جو، بس ما تزعلش انت اجدع واحد كسرت الفيل كله. عنده حق. حتى ساعتها الاولاد الصغيره يعني تلاقي الزلع صح، النار صح، الحاجات أيوة. دي كلها لان كله بيتعمل في نفس اليوم. انت بتروح تكسر وكده، روح غير واعمل كذا وتخانق واعمل، يعني ما كانوش بيعملوا المعركه ليها برنامج. فما عمل الفيلم قلت له طب ليه يا فندم، احنا عندنا سرعه حلوه، ما نتخانق معاهم، انط ليه؟ هو كده. فخلاص اللي هيقوله على يعني خلاص. انت في فتره مجبر على كده انك انت تقول له ماشي، بس دي طبيعتنا يعني. فما يعمل الفيل تلاقي الاطفال، اما كنت اشوفهم وهم صغيرين يقول لك يا انكل هو الباقي كله برضه امانته ولا. في مصطفى حافظ بيقول لك عارف يا نجم الجماعه دول بتوع طريقي دول بيختاروا صح. شكرا يا ومستنين نشوفك كتير زي الاول. ايه بقى راجع ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ايه راجع بيه بقى؟ الحارس المختار. الحارس خلاص انت الاسم. ده من فتره، ده احنا جينا اوريدي المجموعه ابتدينا نحضر فيه بقالنا فتره طويله، بس اتاخر شويه كذا مره. عملوا كاستنج في يناير اللي فات ولسه جايين 15 ابريل يعملوا بقى الكاستنج ويبتدوا يحضروا لي، المفروض هيتصور في بدايه السنه. طب ايه بقى يعني ممكن حابب تقول حاجه عنه يعني؟ رسالتها انه بصوا لارضكوا، ابنوا في ارضكوا، اتحدوا في ارضكوا، بلاش الوهم بتاع بره اللي بيجي هنعمل كذا. عقده الخواجه وان الناس يعني عندنا كنوز معموله، ومعمول في اماكن جميله جدا وفي قريه جميله جدا في الفيوم هتتوضب وهتتصور فيها. مين بقى اخترت مين مثلا من الناس الستار اللي ممكن تقول لسه عليها؟ الطقم الاولاني لسه. انما باقي هم بيبتدوا من يعني هنا بيقولوا مين النجم والنجمه مثلا. هناك لا بيبتدوا من كل الكاستنج كله. يعني 28 اعتقد او 27 حد اوريدي. بس هو متاخد عن قصه حقيقيه صح؟ لا لا لا. هو بناء على يعني اوبرا اللي هي الموقف اللي عملته. لا لا ده تاني، ده حاجه تاني. لا لا ده تاني وكده نازل باتنين. لا ده تاني كان جاهز بس ما قدمناه للمجموعه دي، قالوا نعمل ده الاول لانه ده اولا بيتصور بلغتين مش بيعمل دابنج، بيتعمل بلغتين يعني بنتكلم عربي وبعد كده الطقم كله مش ترجمه. لا 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 مفيش ترجمه خالص. عشان تخاطب بره لازم تتكلم لغتهم. عمر ما في فيلم اجنبي هيتشاف هناك، مش مصري بس ولا عربي ولا فرنساوي ولا انجليزي، لازم يبقى باللغه بتاعتهم. عشان تعرف يعني سلاسه التواصل طبيعي. عشان يشوفوك هم اوريدي كل حاجه سيئه عنك بيسمعوها. يعني احنا ما عندناش محطه هناك بتعرفهم، احنا بنتكلم دايما محطات. مفيش اعلام موجه صح ولا بلغتهم، انت لازم تتكلم كل بلد بلغتها. صحيح.
فدي فرصة ان احنا نتكلم بلغتهم وبنستعين بممثل من عندهم له دور جميل جدا من الناس الكبار خالص. اكيد حددتوه حددناه بس احنا راح مننا اول واحد كان عندنا انتوني هوبكن اول واحد في الفيلم وبعد كده الوقت ما يعدي هناك كل حاجة ليها لا مواعيد هم مرتبطين قدام خالص. الوحيد اللي قدامنا دلوقتي عنده الوقت وتأكدنا منه بعد ما رجعنا هناك اللي هو مورغان فريمان لغاية دلوقتي هو النمبر وان دلوقتي. طب هنا لقي اي عقبات في حاجة مثلا معينة كده حاجة روتين رقابة بتاع يعني ولا الحياة يعني؟ لا اعتقد ماشي. كله بيرحب لانه انت بتيجي تعمل فيلم بتوظف ناس كتيرة جدا أغلبية كل الطاقم مصري يعني. أكشن فيلم ولا قريب من حاجة؟ ما هو رسالة اجتماعي يعني شوية. هي اجتماعي طبعا وفي شوية أكشن بس يعني له سبب الأكشن ده جاله منين جات له القوة دي منين وبعد كده بيخلص انه لأن دي احتمال تبقى سلسلة ففي نهاية الفيلم مش أنا بقى البطل بعد كده بيفتح لينك بنلاقي حد اتعلم من الطريق اللي احنا خدناه في الفيلم ده او في المراحل السيناريو فهو هيبقى المختار الجديد على اساس نقدم دايما نجوم مصريين يتعرفوا بره. بس واضح ان في الفيلم في رسالة عايز مثلا تعمل سبوت كده على مناطق معينة وعلى تنشيط سياحة على تقول لمصر زي الافلام اللي بتحصل بره التركية والهندية دايما بيبقى الخلفيات بتاعتها حاجات كده سياحية. ده الغرض الاول والاخير طبعا عايزينهم يشوفونا بطريقة مختلفة حتى القرية البسيطة شوف كرامهم يعني احنا كنا معنا 12 نفر في يناير ورحنا قرية كده جميلة جدا في الفيوم تشوف الناس والابتسامة جابوا الحصيرة وجابوا لنا بلح من كل البيوت حاجة طبيعة والفطرة والجدعنة الصح كانوا بيدمعوا بيقولك ازاي يطلعوا الحاجات من عندهم وعملوا لنا شاي وحاجة وعندهم الحكيم هناك لو تشوف شكله حوالي 100 سنه كده الخطوط الموجود ده الحكيم بتاعهم وده اصلا كان ممرض في مستشفى وهو ماسك القريه دي كلها ده يكشف بقى ويعالج ويديك وصفات ويعمل كل حاجه فان شاء الله الفكره ان احنا نصور هناك بدل ما نصور مثلا في استوديو لانه هناك حوالي القريه دي حوالي فيها 42 بيت فلو قدرنا نوضب ال 42 بيت ونشوف كم شركه معانا نحط لهم ونوضب لهم لا ثواني كده جميل المبادره دي يعني انتوا مثلا كشركه انتاج او قايمين كده على العمل هتجهزوا البيوت دي طبعا اصل انت عندك ناس جميله جدا ومش هتقدر تستعمل يعني اي حته في المدينه مثلا اتصورت قبل كده على طول الناس عارفه اللوكيشنات دايما بتبقى اغلبها شبه بعض انما دول ناس جمال بشكل غير عادي طيبين بشكل غير عادي يعني تشوف هم وهم بيتعاملوا مع الاجانب عيون خضراء ناس روعة طيبين جدا فما نوضب لهم مثلا ال 40 فيلا ولا 40 بيت ده اللي معمول من بره ونجيب لهم مثلا حاجات معينة أجهزة طبعا أي شركة هتحب حاجة زي كده لأن هم بيصوروا ما وراء الكاميرا فدي تبقى إعلانات حلوة على أساس لما نبتديها في قرية ممكن حد تاني مبادرة جميلة والله ليك كل التحية بجد ونعمل لهم بجد نعمل لهم زي مراكز اللي هي تجيب لهم إيراد لأنه كلهم بيشتغلوا بعيد في الصحراء لما نعمل عندهم لأنها في موقع رهيب جدا في الفيوم اسمها قرية موسى وقرية خضر اتنين جنب بعض فممكن دي تبقى بعد كده مركز نوال حاجة تانية على الأقل يجيب لهم إيراد إن أي حد عايز يصور أدي المكان أدي المبنى بتاعة المجموعة اللي هتصور فان شاء الله يبقى حلو جدا هنعمل لهم حاجات حلوه احنا عارفين هنا الانتاج هنا مثلا في الافلام عارف يسوق نفسه بره يعني بيقدم شغله بطريقه صح ولا بنكتفي بقى بالايرادات ما هنرجع برضو هم بيسوقوا زي الفل وفي شركات دلوقتي جميله جدا وفي شركه احنا في مناقشات معاها عايزين يخشوا للخطوه الثانيه بس انت عشان تسوق بره بتسوق زي اي فيلم للمناطق او الجاليات العربية إنما التسويق عشان تسوق حاجة تتشاف تتعرض في أمريكا دي قصة تانية خالص ودي الحاجة اللي ما حدش يعرفها يعني هناك عشان تسوق أي فيلم مهما يكون مكلفك بس كذا مليون محتاجه بمعايير معينة بقى لا هم عشان ينزل فيلمك السوق بيصرف عليه من 30 ل 50 مليون دعاية ما هو زمان مثلا المينيمم عشان تنزله في السينما 18 ألف نسخة في $1,000 يعني 18 مليون بس عشان ينزله في السينما زائد
الاعلانات والدعايه والحاجات دي كلها. فمش سهل ان انت تسوق حاجه. هما دايما بيختاروا يعني بيقول لك يونيفرسال ستوديو او استوديوهات يونيفرسال بيجي لها 5000 سيناريو في الاسبوع. 5000 معلومه بس عشان الناس تعرفها. وهم بيفروا فيها كده لازم يكون في الصفحه الاولى في حاجه تشد تخطفك. فهم ليه مثلا كونسيدر يعني بيفكروا ان هم ممكن يوزعوا الفيلم ده؟ لسبب واحد، لانه في حاجه شدهم، في جديد، في حاجه مختلفه والعالم كله بيحبه. يعني احنا واخدين نقطه معينه كده على اساس يبقى في حاجه جديده يحبوها هناك. السؤال اللي جاي يمكن ملوش علاقه بالفن بس قريب، يعني هو من المخرج ومن استاذ مدحت رئيس التحرير، بيقول لك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اسمع يا ريس. ولا مش عايز بقى عشان جمهورك ايه؟ بالعكس انا هقولها لك بصراحه. ايوه انا ما اعرفش الفريق، انا اعرف الاهلي واعرف الزمالك وكذا فريق تاني اللي هو المصري ونادي، يعني اعرف اسامي انما ما اعرفش مين الابطال. احب اتفرج دايما على المنتخب اما بيلعبوا، لانك بتشوف ده اللي بيبقى فيه تنس غير والمدرج فاضي، يعني مش انا بتاع كوره. انما والدي اهلاوي فاعتقد ان انا يمكن اهلاوي. انما لما بتفرج على مثلا المنتخب بموت فيهم كلهم، بحب اللعب الجميل. وبتحب حاجه تاني اقول لك عليها؟ اتفضل. بس مش بتحب تاكلها الفته صح؟ الفته بقى. ايوه. لا انا يمكن ايه بقى الحكايه دي في الجامعه عشان تتخرج من الفنادق، يعني اداره الفنادق، فبيكون في كورس كده للطبيخ. فمره الاستاذ قال كل واحد يعمل اكله بتاعت بلده. انا ما اعرفش حاجه غير الفته. حافظها. هو مصر بقى. لا قصدي عشان سهله، بعرف الثوم يتحط امتى، ما اعرفش بتطلع معايا كده. يعني انا طبعا الستات المصريات بيطبخوا احلى اكل، بس اعتقد انا ممكن انافس في الفته. بتعملها حلو؟ بتطلع حلو. بس مش بتاكلها؟ لا. طيب. بعض احيانا انا كسرت القاعده كذا مره، ساعات بيبقى في الاعياد الوالد يقول لك لا لازم تاكل معانا، فما يعني مش ما فيش تزمت بهذا الدرجه. انما قبل ما نروح لطريق تاني، حلم حققته وحلم بتحققه وحلم مستحيل يتحقق؟ اولا ما فيش حاجه مستحيله. تمام. هي صعبه، ممكن تبقى صعبه. انما لسه الحلمين ما اتحققوش، اللي هو نقدم فيلم جميل وندي فرصه نفتح الباب كده، نكسر الباب بتاع التسويق، ولا انه احتمال يبقى ليه شباك بره في الغرب الفيلم ده ان شاء الله النجاح عنوانه، ومعمول حلو لان مختارين بقى الموسيقى، احنا بادين صح من بدري، ابتدى المايسترو او اللي بتاع الموسيقى يعمل تيمه مصريه. في حاجات كلها عن مصر، البدله اللي احنا مقدمينها، الرياضه اللي مقدمينها، اغلبيه الرياضات الدفاع عن النفس دي اصلا فرعوني 100% موجوده على الجدران من 7000 سنه. حتى بره ما بيقولوا لك اجدادنا قالوا كذا، لما تيجي تسالهم مين اجدادنا يقول لك اللي انت جاي من عندهم. هم بس بيصونوا التعليم، احنا يعني بنهمله شويه بنهمله قوي، فبيرجع المكسب ليهم هم او الفضل ليهم هم. طبعا فدي فرصه ان احنا يكون عندنا الرياضه بتاعتنا احنا. هو حقيقي معلومه مش عارف صح ولا غلط عندي، هو التحيه بتاعت الكونغ فو او الكاراتيه تقريبا دي فرعونيه صح؟ بيقول لك ودي انا مذاكر والله جميل جدا، كنت بلعب يعني بس ربنا يخليك الحمد لله بطلت. دي في اقاويل الحكم الفراعنه او اقاويل الفراعنه بيقول لك عندما تقابل شخص اكثر منك معرفه او اكبر منك سنا فانحني له. كان بيقولها لنا المدرب دايما. دي تحيه جميله جدا واحتراما يعني. طيب رساله كده لبناتك مونيكا، عاوز تقول لها ايه؟ او انت علمتهم ايه؟ او راضي عن نفسك انك وصلت لهم رساله ايه؟ يعني انضباط وحلوين. هي ما شاء الله يعني في الرياضه دلوقتي زي ما كنا بنتمرن زمان يوميا، وعامله خط انتاج كده للبنات اصدقائها، يعني عامله لهم ملابس رياضيه صحيه يعني كويسه كواليتي. ان شاء الله النجاح هيكون عنوانك. احنا معانا جزء مهم طبعا جدا، بس احنا ايه ارجناه شويه، اللي هو موضوع العلاج بالخلايا الجذعيه والتجربه اللي حضرتك مريت بيها. ممكن انا استاذن المخرج بتاعنا، وطبعا شرف واضافه لي ان اتكلمنا عنها بس في عجاله، ممكن
موضوع العلاج التاني والكفاح المرض. هي فكرة بس هو الغرض منه ان الناس يبقى عندها امل. كل الدراسات اللي موجودة على النت السرطان ده اكذوبة مادية فقط مخترعينها البشر، والانسان هو جزء كبير منه هو اللي مساعد لده. يعني بياكل اكل غلط خلاص، كل حاجة معلبة دلوقتي، كل حاجة فاست فود والحاجات دي كلها. الناس بس لو تعرف تاكل ايه بتديها وقاية من السرطان والسكر. السكر تايب 2 خصوصا اللي هو بيجي بعد الولادة. ده كله بيتعالج، يعني زي ما بيقولك لكل داء دواء، ألا في أنفسكم تبحثون. بتدوروا لي بره، مش معقولة الله العليم القادر على كل شيء اللي بيحبنا مش عارف ان هيجي لنا الأمراض دي، فلا يمكن يكون سايبنا. اكيد المرض ليه دواءه بس في جسم الانسان. اكتشفوا الحاجات دي سنه 31 1931، عملوا عليها ابحاث لغايه سنه 60 واتكتم عليها لغرض طبعا. أكيد انت حضرتك عشان بس قبل ما نتكلم بيقول لك اخر تقرير مثلا السنه اللي فاتت حوالي 15 مليون ونص بني ادم حول العالم كان يوميا بياخد كيماوي حول العالم. يعني مثلا في مصر نص مليون، امريكا 4 مليون، 15 مليون حول العالم كانوا يوميا بياخدوا كيماوي. ف1000 دولار 15 مليون مليار دولار يوميا يا فندم. يعني ولا امريكا ولا الصين ولا السعوديه ولا روسيا بيعملوا 15 مليار دولار يوميا. طبعا احنا بنتكلم على كيمو بس. يعني بره في امريكا اي دكتور بيكتب روشتة على كيماوي للمريض بيجيله من 3000 ل 5000 دولار. صحيح. بين التأمين ودي حقائق موجودة على النت مش أنا اللي بقولها. فأنت بتتكلم على حاجة طب أقدر عليكها؟ قوي جهاز المناعة. إنما أدام جهاز المناعة ضعيف وبناكل أكل ضعيف وبناخد كيماوي. يعني حضرتك بتعملوا العلاج المعاكس من المنبع نفسه، بتنشط الجسم. هي المشكلة إنه شركات الأدوية ما تقدرش تتعلبها. يعني هم مثلا بيجي يصنعوا مثلا اسبرين بيعملوا 100,000 علبة. اي حاجة بيعملوا منها مئات الالوف. انما العلاج ده بياخد دم الانسان. ما هو الا في انفسكم طب بتدوروا ليه بره؟ انت نفسك فيك المرض ولكن من جواك الدواء. بالظبط. صحيح. فربنا سايب 3 انواع من الخلايا جوه جسمنا. خلية تقوي جهاز المناعة، خلية تحارب، وخلية تبني. يعني في بشرة خير ان شاء الله تعالى جاية من خلال العلاج او بشرة 100%. بس كل يعني هو مش دواء هتقول انا عندي دواء كذا تديه لكل الناس. ايوة. كل واحد بيبعت تقاريره مثلا او هيتعمل له علاج من دمه حسب حالته. حضرتك متبني الفكرة دي عشان التجربة دي عشتها بالفعل. طبعا طبعا. صحيح. سنة ونص قبل كده كان عندي السرطان ستيج 4، يعني اللي هو دم بينزل وخلاص. فكنا 46 كيلو فما كناش بنقعد حتى كرسي متحرك. فما حدش يقول انها ما فيش امل، ما يبقى ما فيش استغفر الله ربنا. لا، في موجوده وجوانا. وليه بنجيب الناس من اخر الصعيد عشان ياخدوا كل حاجه كيماوي؟ يعني مفيش. هو بس احنا بندي روشتة. اكيد في بدائل تانية، بس زي ما حضرتك قلت في اللي يقاوم واللي ممكن يمنع ده لاغراض. في حتى مثلا مفيش دكتور بيقول لك ما تاكلش ايه مثلا. في اكل بيبقى مغذي رهيب للخلايا السرطانيه. نفس فيروس سي ما حدش بيتكلم على مثلا ازاي نوقف انتشار فيروس سي. مش نعالج فيروس سي. اوكي، جالنا سوفالدي مع انه قديم، انما في حاجات تانية. المهم انت شلت الفيروس من جسم الانسان. طب والتليف؟ نسال تاني بقى لا التليف حصل تليف. نسال دكتور نقول له يا فندم هو التليف، يقول لك ما في دواء هيطلع يوقف التليف. احنا بنتكلم على اوريدي 50% ولا 40% من الكبد. ده ربنا مدينا جوانا انسجه وخلايا الخلايا اللي عملت الكبد. فدي بيحصل لها تكاثر في معمل خلايا. لازم يبقى معمل خلايا. دايما كل الجديد والبشرة الحلوة بناخدها منك، امتعتنا في الرياضة وامتعتنا في الفن، والبشرة الحلوة الأخيرة دي اللي إن شاء الله تعالى يا رب يعافي كل الناس المصريين وكل مرضى العالم.
استمتعنا بيك. ربنا يخليك. ومبسوط على المستوى الشخصي وفوق راسي حلقه جميله بيك. ربنا يخليك. تسلم لك. جميل. مشاهدينا خلصت حلقه النهارده مع الجميل يوسف منصور، استمتعنا بكلامه وخدنا جرعه كده من الماضي الحلو، وان شاء الله هو رجع لنا تاني نستمتع بيه اكتر واكتر. شكرا يوسف منصور، شكرا للجميل متالق دائما اللي بيقدم لنا هدايا وهدايا مدحت محي الدين. اشوفكم الاسبوع اللي جاي في طريقي. تصبحوا على خير.